خد نفسك بقى واحمد ربك. الحمد لله ربنا عداها على خير. اشرف توفيق برافو عليك، ويحط رامي حوله الثانيه 92 78. ايرفينج، وولكر، مصطفى مشعل، يانج، الجمال، الجمال، الجمال مش عايز يلعب، عايز شوطه بثلاثه. خدها بقى مين؟ اوه عديها من بالرجلين مشعل كده. ولعيبه الزمالك عايز تضرب بقى مين معرفش ليه. عملوا مشكله من غير راعي ولعيبه الزمالك. مش عارف ايه اللي بيحصل. المباراه انتهت. المباراه انتهت. ده مش اخلاق رياضيه. اللي بيحصل ده عيب يا جماعه. اللي بيحصل ده عيب في الباسكت. ايه اللي بيحصل ده؟ جهاز الزمالك كله ولاعيبته نازلين عايزين يضربوا على مين؟ ده في الباسكت يا جماعه. الراجل حط الكوره من رجليه، ايه المشكله؟ ده في الباسكت. ايه المشكله في كده؟ دي مهاره. السحارت عايز يروح يضربه ولاعيبه الفرقه كلها وعصابه عبد الحميد بيتخانق مع اللعيبه. لا 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 لا. اتحاد الباسكت لازم يبقى حازم عن كده يا جماعه. الكلام دوت صعب. المهم بتنتهي المباراه بفوز نادي الاهلي على نادي الزمالك 92 78 في دور ال 16. الف مبروك لصالح النادي الاهلي، الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك لاداره النشاط بقياده الكابتن رؤوف عبد القادر، الف مبروك، الف مبروك لاشرف توفيق رجاله، و هارد لك لنادي الزمالك، اديته مباراه جيده. واعزائي المشاهدين والمشاهدات، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه المباراه، وان شاء الله نلقاكم في مباريات قادمه. كان معكم سيد صابر معلقكم الرياضي. السلام عليكم ورحمه الله.